الفاظ الحسنى. يقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يعني هنا الآية تبين كأنه في ناس يصفون الكذب بأن لهم الحسنى، ما كأنها يعني كأنها تشمل على الأقل يعني الشباب المتفاخرين أو شباب الأخوة، شباب التيار السلفي هدانا الله وإياهم، يجعلون لهم الجنة ولسلفهم الجنة كذا بالكذب. يقول: ويجعلون لله ما يكرهون. لا يكرهون إيش؟ أنه يرضى عن الفاسقين، والله قال ما يرضى عن الفاسقين، ويحب الظالمين، والله ما يحب يعني ممكن الاستدلال بهذه الآية. وكما قلت الآيات طبقات في التفسير، يعني الطبقات في التدبر، ترشدك على أكثر من جهة، تميت الباطل في أكثر من جهة. أي آية لا تستخدمها فقط لإبطال باطل فقط، وإنما يبطل بواطل كثيرة في جهات متعددة. ومن جهة هذا الباطل تنطبق على يعني مجموعة الشباب السلفي الله يهديهم وشيوخهم. يقول: ويجعلون الله ما يكرهون، يعني هم الآن يصفون الله بالعبث، والعبث لا يوردون، يعني يقولون لا نحن يعني إذا وصفتهم بالعبث غضبوا، يصفون الله بالجبر، وإذا وصفتهم بالجبر والإكراه غضبوا، يصفون الله بالرضا عن الظالمين ومحبة الفاسقين والمسيئين والقتلة وهدمة الكعبة وقتلة الحسين، وإذا وصفتهم بأنهم راضين غضبوا، يصفون الله يعني هذا، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، برضو زيادة أيضا زيادة، يصفون بأنهم أهل الجنة وأهل الفلاح وأهل كذا، وسلفهم المسيئين والقتلة والمجرمين لهم الحسنى، هم يقولون وكل وعد الله الحسنى بالغصب، يأخذون هذا وهذا كذب، يكذبون على الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يعني هذا التصحيح، يعني نصيحتي للشباب السلفي لا اترك المجادلات وكذا، دعك من فلان، وحتى أنا دعك مني، يعني ممكن أن إذا اهتديت أنت ما عليك لا تتبع لا فلان ولا فلان، أنت فقط اهتدي، أنت فتح عقلك.